يعني هذول قبل ما نعملوا رياكسيون يلزمنا رياكسيون لروحنا قبل ما نعملوا الجمهور. الجمهور كما فرحناه برشا مرات يذول الموسم هذا، عملنا على ثلاثة واجهات يذول فرحناهم في الكوبا راب وفرحناهم في الشامبيونا، مالوريزمون ما كملناش فرحناهم في الشامبيونز ليغ. يذول يلزمهم يقفوا معنا توا، يذول الترجي عائلة كبيرة بجمهور والمدربين وستاف وجوهريات، يلزم الناس الكل يقفوا مع بعضنا. توا الشامبيونز ليغ سكرناها خرجنا، صحيح تحصرنا برشا عليها، ما فيها الموضوع توا عندنا شامبيونا، عندنا توا ديفي قدامنا، ماتش يلزمنا نعملوا رياكسيون لروحنا والحاجة ولجمعياتنا، كان إن شاء الله اللي جاي خير. يهب من في ماتش الشامبيونز ليغ قالوا فما مشاكل فيستير، خرجت برشا أخبار، شنو جاوا فيستير سبيرونس؟ صدقني فما حتى مشكلة، نقرأ وكيفكم نقعدوا بهتين في اللي خارج في الإشاعات هذيا، الجروب نظيف ما فما حتى مشكلة، فما حتى شيء، ذولي فما دي كادر في الإسبيرونس عندهم برشا توا، ما ينجموش يخليوا حاجة تصير. ذولي الجروب الكل اكثر 8 ولا 9 كيما سنال مع بعضهم، يعني قاعد يعيشوا في بعضنا اكثر من اللي في ديارنا. ذولي فما حد شيء من اللي قاعدين يخرجوا فيه في الاعلام، ربي يهديك.